مشاهدينا مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. اليوم كنتواجدوا بمجموعة مدارس أحد. مجموعة مدارس أحد دائما ولفت تلاميذ ديالها الاحتفال بالأحداث المهمة الوطنية اللي عندنا في البلاد، كعيد الاستقلال، عيد المسيرة، كتقديم وثيقة الاستقلال، واليوم نحتفل ب 8 مارس عيد المرأة. خليكم معنا باش تشوفوا أكيد مازال من التفاصيل. اليوم العالمي للمرأة، وتنبغي نشكر أحد بهذه المناسبة اللي عرضوا علينا باش نجيو نشوف وليداتنا. تبارك الله كان الحفل في المستوى، عجبونا الوليدات، وتنشكروا لي ميتريس ديالهم على لي بريباراسيون، وشكرا أحد. هادشي اللي نقدر نقول. افكتيفمون خصهم يفهموا دابا اليوم العالمي للمرأة، بغينا نبينوا فيه المساواة ما بين الراجل والمرأة، وراه بان كل شيء في لاسين. والمرأة راه تقدر تكون أستاذة، طبيبة، معلمة، مديرة، بوليسية، ربت بيت بيان سور، مسؤولة، محامية، وزيرة. دونك المرأة راه كاينة، والمرأة نصف المجتمع. 8 مارس من خلالها كنستحضر واحد الكائن اللي صراحة هو من أعظم المخلوقات على وجه هذه البسيطة هذه. خلق الله سبحانه وتعالى وجعله نصف الرجل، ولا أقول نصف ولكن أقول شق، لأن الحديث النبوي الشريف واضح، النساء شقائق الرجال في الأحكام. والشق هنا بمعنى المكمل وليس المضاد وليس النقيض وليس المنافس، وليس إنما مكمل. فالرجل والمرأة كلاهما يؤديان دورا في هذه الحياة، وبطبيعة الحال هذا الدور هو دور تكاملي بالدرجة الأولى، وليس دور مؤسس أو مبني على الصراع والنزاع إلى غير ذلك، بل العكس. للمرأة خصوصياتها التي وضعها الله فيها، والرجل كذلك وضع الله فيه خصوصيات أخرى وهي مكملة لخصوصية المرأة، وكلاهما يسيران بالنشأ وإلى الأمام وإلى ما فيه خير البشرية والإنسانية جميعها. فالمرأة نصف المجتمع، بدونها تتعطل كل الحركات، مؤسسات غير مؤسسات، الكل يتعطل، لأن بدونها لا تستقيم الحياة، وكذلك بدون الرجل لا تستقيم الحياة. فالمرأة عندما أستحضرها اليوم إنما أستحضر جدتي، وأستحضر أمي، وأستحضر أختي، وأستحضر خالتي وعمتي وصديقاتي في العمل وجاراتي وما إلى غير ذلك. إذن فهي كائن يستحق منا كل التقدير، وما قمنا به اليوم وما قدمناه إنما هو نقطة في واد، ولن نكفي حقها مهما فعلنا ومهما قلنا ومهما أنجزنا. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى. كانت هذه هي الطريقة اللي احتفلت بها مجموعة مدارس أحد ب 8 مارس، عن طريق عروض مسرحية من قبل تلاميذ ديالها، وأيضا رقصات تعبيرية.
شكرا على حسن التتبع. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا حمزة بوقندل. لنا صورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.